مساء الخيرات. قصتنا لليوم قصة مميزة لأنه فيها واحد من الضباط أثناء تفتيش متعلقات أحد الأشخاص اللي ممكن يكون له علاقة بالجريمة، أخذ عينة من شيء معين، وهالعينة كان لها دور في حل لغز هالجريمة بعد 14 عام تقريبا. في الوقت اللي أخذ فيه العينة هو ما كان يفكر أنه هي شيء مهم، لكن ثبت أنها هي مفتاح حل لغز هالجريمة. هلا رح نسمع تفاصيل قصتنا بعد الفاصل، لكن أول بدي أشكر جميع المتابعين معي في القناة، صراحة زمان ما شكرتكم، وأحكي لكم إنكم غمرتوني بلطفكم وتعليقاتكم الجميلة، وبتمنى استمرار المتابعة حتى تكبر هالقناة إن شاء الله. خلينا نسمع تفاصيل قصتي بعد الفاصل. القصة هي قصة اختفاء شاب لطيف جدا اسمه ريان راف، صارت بتاريخ 10 ديسمبر واللي هو شهر 12 من العام 1991، وصارت في مدينة اسمها سولت ليك سيتي يوتا، في واحد من أكبر المناجم المعروفة في الولايات المتحدة الأمريكية، المناجم اللي بتنتج ذهب، فضة، نحاس، الكثير من المعادن الثمينة. هالمنجم واللي اسمه كينيتيكت يقال عنه انه هو من اثرى او اكثر حفرة قيمة في العالم، لانه زي ما حكيت فيه كمية كبيرة من المعادن، لهيك الحراسة فيه شديدة وشديدة جدا، مستحيل تدخل على المنجم بدون ما تتعرض لمساءلات من حراس الامن. وكمان الاكويبمنتس الاجهزة اللي بيستخدموها داخل المنجم ايضا ثمينة، لهيك كانت الحراسة شديدة. وبتعرفوا الحراس بالعادة بيكونوا في زي كوخ صغير مبني إلهم على أبواب الأماكن اللي بيحرسوها، ففي ليلة من الليالي لما إجوا المسؤولين وما شافوا هالشخص واللي هو برايان موجود داخل حجرته، كان بالنسبة إلهم مشكلة، أول شيء لأنه غريب، وثاني شيء لأنه المكان معزول وصعب انه يعني يترك المكان بدون ما يوصل الشخص الاخر اللي المفروض انه يستلم الشفت. بيبدوا المسؤولين يفتشوا المكان، بيروحوا اول على الحمام ما بيكون موجود، بيرجعوا على الكوخ، بينتبهوا انه كأنه ماكل جزء من طعام الغداء اللي المفروض يأكله، وهم عارفين انه مش لازم يغادر قبل الساعة 11، لهيك بيبدوا يتساءلوا شو ممكن يكون صاير مع هالشخص. هلا الثلج تقريبا بهذيك المنطقة كان له ساعتين متساقط، بدوا يبحثوا حوالين الكوخ حتى يشوفوا إذا في آثار للثلج في المكان عند السيارة اللي تخصه، ما كان في آثار، دليل على إنه هو غادر قبل حتى سقوط الثلج. المسؤولين بيخبروا رجال الشرطة، ورجال الشرطة أيضا بيجوا وبيبحثوا في المكان. المشكلة إنه هو مكان معزول، يعني صعب يكون مثلا مشى على أقدامه باتجاه أي مكان قريب. المهم إنه بيخبروا زوجته اللي كان اسمها جينيفر، وبيبدأ عملية بحث عن هالشاب اللي هو برايان راف، عمره 21 عام وأب لطفل عمره 15 شهر أو طفلة. لما يسألوا زوجته عن الموضوع بتحكي لهم انه مش اول مرة بيختفي، هو قبل عدة اسابيع براين فجأة اختفى من شغله، ترك شغله وراح على لاس فيغاس ومضى هناك تقريبا يعني اسبوع كامل او اكثر. وبتحكي زوجته انه بعد ما رجع شخص مختلف تماما في طريقته للتعامل معنا، كان بارد جدا، واضح انه هو مشغول بأشياء أخرى كثيرة. هلا زوجته بتعطيه مبرر إنه بهديك الفترة لما راح على لاس فيغاس هم كانوا يعانوا من كثير من المشاكل المادية، وكانوا أيضا هي حامل وبينتظروا طفل، فبالنسبة إلها يمكن هو راح حتى يرفه عن نفسه، يغير أجواءه، خصوصا زي ما حكيت إنه الأمور المالية كانت صعبة. بعد ما رجع المفروض إنه يكون عمل ريلاكسيشن، لا هو بالعكس صار بارد، صار عصبي، تعامله معهم سيء واختلفت شخصيته تماما. أثناء وجود رجال الشرطة في الحجرة الخاصة ببرايان وتفتيشها،
برن جهاز الهاتف وهالكلام قبل ما يخبروا الزوجة أنه زوجها مختفي. برن جهاز الهاتف، برد رجل من رجال الشرطة بتحكي له أنه هي زوجته وحابة تحكي معه، وبتحكي له أنها قبل هيك حكت معه تقريبا لحد الساعة 6:30 صباحا، وفجأة حكى لها أنه في أحد الموظفين وصل وفصل معها الخط. هلأ بيخبرها رجل الشرطة أنه زوجها مختفي وهم بيبحثوا عنه. بعد ما يضع جهاز الهاتف برن مرة أخرى، وكمان سيدة أخرى بتحكي أنها هي زوجته وحابة تطمئن عليه. السؤال، مين هي فيهم الزوجة وليش التنتين رنوا بهالوقت؟ وأكيد لازم يتأكدوا مين فيهم الزوجة. من خلال شركة الهاتف بتم التأكد أنه واحدة فيهم هي زوجته، وسيدة أخرى هي كريستي برادلي عمرها 20 عام، وهي زوجة أحد الأشخاص اللي يعملوا مع براين. لما يسألوا كريستي عن اتصالها بتحكي أنه هي من خلال زياراتها للمنجم كانت تودي طعام الغداء لزوجها واللي هو برادلي، اتعرفت على براين وصار بينهم علاقة من وقت لآخر تتصل وتسأل عنه. هلأ لما سألوا الزوج واللي هو ديل برادلي بيحكي أنه خلال هاليوم هو ما كان عنده عمل، لكن مضى في قضاء بعض الحاجات اللي تخص العائلة، وأنه لما كان عند جامعة يوتا يونيفرسيتي اللي صار معه أنه سيارته خربت، اتصل على واحد من أصدقائه واللي كان اسمه بيل إيستن وإجا وساعده في موضوع السيارة. هلا رجال الشرطة بدهم يتأكدوا من هاي المعلومات، وفعلا يتأكدوا، وهيك تم استبعاده هو وزوجته كمشتبه فيهم. هلا الزوجة بتقدم معلومة مهمة واللي هي جينيفر لرجال الشرطة، واللي هي عبارة عن كريدت كاردز وفواتير هي ما بتعرف فيهم نهائيا. من خلال هاي الكريدت كارد والفواتير بيعرفوا انه هالزوج واللي هو براين على علاقة مع واحدة من السيدات. ومين هي هاي السيدة؟ هي كريستي زوجة زميله. وطبعا متخيلين ردة فعل الزوجة، يعني هي مش بس بتعاني الآن من اختفاء زوجها، لا وبتعاني كمان من خيانته. هلأ المؤلم أكثر في الموضوع إنه السيدة اللي كانت معه لما اختفى في منطقة لاس فيغاس كانت هي كريستي. واضح إنه العلاقة بينهم أكثر من صداقة زي ما هي بتحاول تدعي. ولما يواجهوا كريستي وزوجها ديل ما بتنكر أبدا هاي العلاقة، بتحكي إنه أنا فعلا بفترة من الفترات بديت أتقرب لهالشخص لأنه هو إنسان لطيف جدا بعكس زوجي اللي كان يحب السيطرة، لهيك بديت أحكي معه على جهاز الهاتف ولفترات طويلة. هل الزوج بينكر إنه يكون له أي علاقة باختفاء براين، وبيحكي أصلا إنه هو ما عرف عن هاي العلاقة إلا لما صارت الحادثة ولما زوجته اعترفت له. رجال الشرطة بيبحثوا في ماضي هالشخص وبيعرفوا إنه ما له أي سجل إجرامي، لكن هو عنده الدافع إنه يقتل براين بسبب هاي العلاقة. بياخدوا مذكرة وبيفتشوا سيارته لهالشخص بحثا عن دم، عن آثار بارود إلى آخره، ما وجدوا ولا أي شيء من هاي الآثار. أيضا بيطلبوا من الزوجين إنهم يعملوا فحص الكذب، وفعلا بيخضعوا للفحص وبيجتازوه، وبهيك رجال الشرطة بيستثنوهم كمشتبه فيهم وبيبدوا يبحثوا في طريق آخر. وبعد فترة قصيرة بتوصلهم معلومات بتحكي إنه 2 من حراس الأمن اللي يعملوا مع براين في نفس المنجم تم القبض عليهم خلال محاولتهم لبيع بعض الأغراض المسروقة من المنجم في مكان للخردة. على طول بيخطر على بالهم أنه ممكن يكون لهم علاقة بجريمة القتل، خصوصا أنه واحد فيهم كان موجود بعد لحظات قصيرة من اختفاء براين في المنجم. طبعا بيبدوا يحققوا في هالاتجاه وبيوصلوا لنتيجة أنه هالشخصين ما لهم أي علاقة في الموضوع.
مع انه هم كانوا شاكين، لانه هو اللي بلغ عنهم اصلا، برايان اللي بلغ عن السرقات. على كل حال، بما انه ما في جثة اصلا، اذا الحديث ابدا مش عن جريمة قتل، الحديث عن شخص مخطوف، وتم ايضا استبعادهم كمشتبه فيهم. وخلال التحقيق بيكتشف رجال الشرطة انه في عدد كبير من الحراس كان عنده يعني زي عاملين عصابة وبيسرقوا كل شيء ممكن يخطر على بالكم من داخل هالمنجم، ادوات، معادن، اي شيء ممكن يوصلوا له كانوا ياخدوه. هلا بيخطر على بال المحققين فكرة انه ممكن براين اكتشف هاي السرقات، وهون هم اعتدوا عليه، قتلوه واخفوا جثته، وبيبدوا يحققوا على هالأساس، خصوصا أنه المنطقة اللي هو كان موجود فيها بالذات هي في وسط الجبال، معزولة تماما. أصلا البوابة اللي كان هو موجود عليها ما كانت كهربائية، ما في كاميرات مراقبة، فسهل جدا أنهم يقتلوا ويتخلصوا من جثته. اللي بصير أنه بتمر أسابيع، بتمر شهور بدون ما يكتشفوا أي شيء جديد يتعلق بهاي الجريمة. الزوجة جينيفر خلال هاي الفترة كانت تعاني الكثير أصلا من فكرة أنه كيف زوجها اختفى هيك بدون أي معلومات عنها، كانت بالنسبة لها الفكرة المخيفة. كمان عندها مشكلة، واللي هي أنه هلا مسؤولة عن تربية بنتها، لا وكمان كانت حامل، وبعد 6 شهور من اختفائه وضعت طفلة أخرى، وهيك كان الحمل عليها أكبر مما تستطيع التحمل بحسب كلامها. وبعد سنة واحدة على اختفائه، مجموعة من الهايكرز اللي بيتسلقوا الجبال بيكونوا في منطقة تبعد تقريبا 50 ميل عن منطقة المنجم، بينتبهوا على شيء غريب. في البداية بيفكروه مجموعة من الصخور، لكن لما يدققوا بينتبهوا انه هي بقايا آدمية. على طول بيتواصلوا مع رجال الشرطة، وأول ما يوصل رجال الشرطة للمكان بيتم التأكد أنه هاي الجثة تخص براين راف، لأنه أول شيء محفظته معه، البطاقة، الآي دي، كل شيء موجود معه، وحتى الزي اللي بيلبسه أثناء فترة الحراسة هو نفسه. بيتواصلوا مع زوجته وبيخبروها بهالمعلومة السيئة، واللي بتحكي أنه حست أنه العالم ينهار أمامها لما وصلتها هاي المعلومة. وبتم تحويل البقايا الآدمية للطب الشرعي، اللي بيأكد من خلال سجلات الأسنان إنه الجثة تخص براين راف. أيضا بيأكد إنه الوفاة كانت عن طريق إطلاق الرصاص، اتلقى 5 رصاصات في منطقة الظهر. وهون بيرجعوا لفكرة إنه أكيد هو التقى بمجموعة من اللصوص داخل المنجم، كشفهم، لهيك أطلقوا الرصاص عليه ودفنوه في هالمكان. بيبحثوا في المكان اللي تم العثور فيه على الجثة، وفعلا بيحصلوا 5 رصاصات فارغة، هي من مسدس عيار 22، بتكون قريبة جدا من الجثة، وبيعرفوا انه تم اطلاق الرصاص عليه في نفس المكان اللي دفن فيه تقريبا. وفي اليوم التالي بيتوجه رجال الشرطة مع مجموعة من كلاب اللي هي خاصة باشتمام الاثر، من وحدة خاصة بسموها كيناين. واحد من الكلاب بيعثر على فردة حذاء، على الأغلب، مش على الأغلب، بالتأكيد هي تخصه لبراين، لأنه بالعادة بيعطوهم إياها في مكان العمل. ما بيعثروا على الفردة الثانية، هي كانت موجودة على بعد تقريبا 200 قدم، وما بتم العثور على أي آثار أخرى، لأنه بتعرفوا مطر وثلج وإلى آخره، فما كان عندهم شيء مفيد غير هاي الحذاء. بالنسبة لرجال الشرطة خلاص وصلوا مرحلة انه هم عندهم احباط، لانه ما في اي دليل يربط اي شخص بمكان حدوث الجريمة. بتصير القضية قضية باردة لمدة 14 عام، لما في احد الاشخاص واللي كان اسمه تود بارك مسؤول في وحدة القضايا الباردة، بيقرر انه يرجع ويدرس هاي القضية. بالمناسبة احنا بنحكي عن منطقة سولت ليك كاونتي، بقرر انه يرجع ويدرس الأدلة مرة أخرى. هلا ليش بيقرروا انهم يرجعوا يدرسوا هاي القضية؟ لأنه في مقاطعة قريبة بسموها كاربون كاونتي،
بيتصلوا عليهم بيحكوا لهم انه هالشخص واللي هو ديل برادلي زوج كريستي هو مشتبه فيه في جريمة قتل زوجته الثانية، وبالتالي ممكن يكون له علاقة لأنه هو كان مشتبه فيه في الجريمة الأولى، ممكن يكون له علاقة في جريمة مقتل إبراين. هون هالضابط صديقنا بيتحمس وبيبدأ يرجع يدرس الأدلة مرة تانية. المحقق المسؤول هاي المرة على طول بيتواصل مع الزوجة الأولى واللي هي كريستي برادلي، متهم بقتل زوجته الثانية واللي كان اسمها كريستل. بيتواصل معها وهون هي بتكون متفاجئة إنه قضية براين بعدها ما انحلت، لأنه زوجها برادلي كان مخبرها إنه خلاص القضية انحلت وتم القبض على أحد الأشخاص. هلأ بتقدم لهم معلومة مهمة اللي هي إنه بعد يوم واحد من اختفاء براين، زوجها واللي هو برادلي نظف سيارته بطريقة أبدا هي مش متعودة عليها. منطقة صندوق السيارة بتحكي إنه أمضى وقت جيد في تنظيفها وهالشيء غير عادي. على طول بيخطر على بال رجال الشرطة فكرة إنه هو بالتأكيد نظف السيارة حتى يخفي بعض الأدلة، وبيتوقعوا إنه براين كان موجود في صندوق السيارة. خلاص بيبدوا يفكروا بطريقة كيف ممكن نحصل على هاي السيارة، والموضوع أبدا مش سهل لأنه إحنا بنحكي عن 14 عام تقريبا. رجال الشرطة بيحكوا إنه هم أبدا ما يأسوا من عملية البحث عن قاتل براين، لأنه هو إنسان لطيف جدا، كان أب جيد، بالرغم من أنه يعني كان له علاقة مع واحدة من السيدات خارج إطار الزواج، لكن أيضا كان زوج جيد حتى بحسب كلام زوجته. لذلك كان لازم يبحثوا عن قاتل هالشخص، وزي ما حكيت بدوا بعملية البحث عن السيارة حتى يتأكدوا فعلا من موضوع الدهان. العملية أبدا ما بتكون سهلة، بيمضوا ساعات وساعات وبيتبعوا عدة سجلات. في النهاية بيعرفوا إنه هاي السيارة تم بيعها لمحلات الخردة، وبالتالي هي خلاص يعني انتهت وما في مجال إنهم يحصلوا منها أي أدلة. في النهاية بفكروا بطريقة مختلفة إنهم يرجعوا ويشوفوا الأدلة الموجودة، وبينتبهوا على فردة البوتس، بتتذكروا اللي حصلوها من مسرح الجريمة، بينتبهوا وكأنه عليها دهان بلون أحمر، وسيارته لها شخص واللي هو برادلي كان لونها أحمر. هلأ بيخطر على بالهم فكرة إنه ممكن يكون هالشخص واللي هو براين كان موجود في صندوق السيارة ويحاول إنه يخرج من هاي السيارة، كان يضرب بحذائه على باب السيارة ولهيك تعلق جزء من الدهان في هالبوز. السؤال كيف ممكن نثبت إنه هالدهان فعلا من سيارة برادلي؟ بيتم تحويل البوت لواحد من المختصين في الأدلة الجنائية واللي كان اسمه بيلشنيك. هالشخص بيحكي انه هو اول ما شاف البوت عرف انه هي مش داخلة جوا، يعني زي ما نحكي الجلد في هالحذاء، دليل على انه هي علقت فيه نتيجة مثلا محاولات قوية لضرب سطح في نفس الدهان. بياخد هاي العينة وبيكونوا محظوظين جدا، لأنه واحد من الضباط لما راحوا يحققوا مع برادلي أخذ عينة من دهان السيارة واحتفظ فيها، وبيحكي هو أنه ما كان عندنا الكثير من الأدلة، لهيك أنا فكرت أني أخذ عينة من دهان السيارة. وفعلا بيكون تصرفه ذكي جدا، لما يطابقوا العينتين بيكونوا متطابقين. طبعا بيستخدموا جهاز خاص بسموه ستيريو مايكروسكوب، وفي النهاية بيوصلوا لنتيجة إنه العينات متطابقة، وبالتالي فعلا نظريتهم صحيحة. وخليني أحكي لكم عن التقنية اللي استخدمها بيلشنيك. بيحكي إنه هو أخذ عينات من البوتس وعينات اللي المفروض من السيارة، وضعها على سلايدات ووضعها داخل سائل حتى يفرغ الهواء الموجود بين السلايدات والعينة. بعد هيك بيستخدم ضوء معين وبيكبر الصورة لحد تقريبا 1000 مرة، وهون بيشوف انه هدهان مصنوع من كرومات الرصاص. هلا اللي بيعمله انه بده يتأكد انه فعلا هدهان هو نفسه الموجود في سيارات الكامارو
اللي هي موديل 1974. بيتواصل مع الشركة اللي صنعت هاي السيارة وبيعطوه عينة، وهون بقارن الثلاث عينات مع بعض وبيطلع بنتيجة انه الثلاث عينات هي متطابقة. وبناء على هاي المعلومات بيتم اعتقاله لبرادلي، وتوجه له تهمة قتل صديقه واللي هو إبراين. على الأغلب بيحكي المدعي العام انه هو اكتشف انه زوجته على علاقة بهالشخص، او ممكن شك في انه في هاي العلاقة. وبيعطينا السيناريو التالي، بيحكوا انه هو بعد ما اكتشف عن هاي العلاقة اكيد صار خايف انه زوجته تتركه، وصار اكيد غاضب لانه هالشخص واللي هو صديقه خدعه. هو بيعرف ساعات عمله، لهيك توجه له بسيارته. وصل للمكان وهو عارف انه ما في كاميرات ولا في اي شيء ممكن يكشفه، اجبره على دخول السيارة اكيد تحت تهديد السلاح. لما وصل لمكان هو كان مجهزه، على الأغلب هو كان حافر حفرة في هالمكان، بيطلب من براين إنه يغادر السيارة، وبعد هيك بيطلق عليه الرصاص وبيدفنه في نفس المكان. يقال إنه ممكن يكون أجبره على خلع حذائه حتى ما يهرب لما نزله من السيارة. بالنسبة لسلاح الجريمة فما تم العثور عليه، لكن في النهاية الأدلة اللي مع المدعي العام كانت كافية حتى يوجهوا له تهمة القتل، وفعلا بتبدأ محاكماته. وبتاريخ 17 أبريل من العام 2007 هو يقر بذنبه وبتهمتين اللي هم جريمة القتل وجريمة الاختطاف، وحكم عليه بالسجن لمدة 40 عام. ما زال مشتبه فيه في مقتل زوجته، لكن لحد الآن ما تحاكم. وخليني بس هيك أعطيكم لمحة عن الطريقة اللي قتلت فيها زوجته الثانية. كريستال برادلي واللي عمرها 27 عام هي أم لأربع أطفال وطالبة جامعية في جامعة إيستن يوتا. وجدت مطعونة بتاريخ 30 أبريل من العام 2005 بجانب واحدة من البنايات اللي تخص أفراد عائلتها في منطقة ويلينغتون. هلأ اعتقلوا زوجها واللي كان عمره 36 عام واللي هو برادلي بتهمة مقتلها، ولما اعتقلوا وجدوا معه مخدرات مثانت فيتامين، لكن بعد هيك تم إطلاق سراحه لأنه ما في عندهم أدلة قوية ضده. أخوه بيحكي أنه هو ما له علاقة بجريمة القتل، وأن المخدرات اللي وجدت معه لا تخصه. لما ما حصلوا أي أدلة ممكن يدينوا في جريمة قتل زوجته، بدوا يبحثوا عن القضية القديمة، وهنا اتهموه في مقتل براين، وتم إثبات فعلا أنه هو القاتل. على كل حال لما تم القبض عليه كان عمره 36 عام. بالنسبة لقضية مقتل كريستال فما زالت هي غير محلولة، ومش معروف إذا كان فعلا له علاقة فيها أو لا. ما وجهت له أي تهمة لحد العام 2021. وكانت هاي نهاية قصتنا لليوم. بتمنى تكون عجبتكم، ياريت لو عجبتكم تدعموني بلايك، اشتراك في القناة، وتفعيل زر الجرس حتى يوصلكم أي فيديو جديد. وإلى لقاء في فيديو قادم. Thank you.